شيخ مصطفى. الحمد لله. الحمد لله. بعد إذنك شيخ مصطفى، أنا كان عندي سؤال. سل أنا مدرس دروس خصوصية، تمام؟ أنا أحيانا بدرس لمجموعة بنات مثلا لوحدهم، أو ممكن أحيانا تبقى بنت لوحدها، بس ما بيبقاش فيه خلوة، يعني بنبقى قاعدين مثلا في الصالة أو حاجة. كم عمرك؟ 30. والبنت كم سنة يا حبيبي؟ ثالثة ثانوي، يعني 18. أعز الطلب يعني يخشى عليك منها ولا لا يخشى؟ يعني انت يجري فيك ما يجري في الرجال ولا من غير يقول الإربة؟ لا، يعني عادي، ما فيش مشكلة، يعني ممكن يحصل ان انا ممكن افكر او حاجة زي كده، بس ايوه. انا بحاول ابعد خالص عن ان انا ادي بنت لوحدها، فبدي مثلا مجموعة. لا تخلو ابدا بأي امرأة. طب لو هم مجموعة، ولو هم مجموعة جايز برضه مع القراءة، لكن اخاف عليك والله. بس انت شاب، انت مزوج؟ انا متزوج وعندي بنت سنة، عندها سنة. الله يبارك لك فيها يا رب. غض طيب، البصر، ممكن اسألك سؤال تاني؟ غض البصر قدر الاستطاعة، تفضل. طيب حاضر. طب هو يعني بس بالنسبة للسؤال الأولاني، أنا كده الفلوس ما فيهاش شبهة؟ لا الفلوس ما فيش فيها حرام إن شاء الله، لكن كلام خوف الفتنة بس عليك.